عواد. عواد يعني بالهدف الاول اللي احنا اتكلمنا عليه ده، يعني مهم قوي ان عواد كان لازم، بص يا كابتن كريم، لازم المكان اللي انا فيه اعرف انا واقف فين. صحيح. فكان بسرعه جدا كان لازم يسحب نفسه لورا، يستشعر ان في المكان اللي واقف فيه ده هيبقى فيه صعوبه عليه في لو اتحطت زي ما اتحطت كده. فعواد يعني ممكن درجته ممكن ياخد 5 من 10. 5 من 10؟ 5 من 10 ماشي. ما ياخدش يعني في هدف، والهدف ده صح ممكن اثر على النتيجه كلها. هي ممكن يعني بص زي ما بقول لك، المباراه بتبقى ماشيه اهلي وزمالك، اللي بيسجل الاول دايما بياخد المبادره، وبيبقى دايما عنده الثقه وبينقل، وبيبقى دايما هو يعني ليدنج في المباراه. فالهدف ده طبعا اثر على النتيجه واثر على نادي الزمالك. ف يعني 5 من 10 بالنسبه لعواد يعني معقوله جدا يعني بالتاكيد.